السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. رمضان احلى مع دكتور حسام. برنامج كنا بنقدمه لكم كده في رمضان ويا رب يكون عجبكم. احنا مكملين معاكم لغايه اخر شهر رمضان، وكمان هنبقى في هديه للناس اللي جاوبت علينا في الحلقات بتاعتنا. تابعونا بقى عشان هنعمل سحب قريب ان شاء الله باذن الله للفايز. كل يوم في حلقات رمضان خصوصا الايام ديت بننبه وتحذير ورجاء وكل حاجه، مجتلتة، كورونا، تباعد اجتماعي، مطهرات، كمامات، الناس تخلي بالها، الاعداد في الزياده، وان شاء الله باذن الله ربنا يحفظ مصر ويحفظ كل اهل مصر وكل الناس وكل الوطن العربي ان شاء الله وكل العالم. هنكمل معاكم في حلقتنا النهارده بخصوص حاجه كده خفيفه جدا، لكن انتوا برضو تخلي بالكم منها. هي طبعا مش كل الناس، كلامي بيبقى للناس المتعلمه، الناس اللي واعيه عشان خاطر توعي الناس الجهله اللي الهدف بيهم هو مقصود، هو غش الدواء. غش الدواء منتشر بطريقه فظيعه جدا. انا ما كنتش عايز اتكلم على الفيديو دوت لان انا اتكلمت عليه قبل كده، بس الناس قالت لي لازم تخصص حلقه ليه في رمضان عشان خاطر تفكر الناس بالتوعيه ديت، لان زادت الموضوع دوت خصوصا في شبرا في منطقه التعاون والسعاده. شخص اللي هو كان بشنطه سودا، طبعا بعد ما اتكلمنا عليه وقلنا اللي هو بيبقى ممسك شنطه سودا وبيبيع لكم دواء فاسد وادويه كتيره مسروقه. طبعا هو بعيد عن الرقابه هنا، لان الرقابه مش هنستهدف شخص ماشي في الشارع، بتبقى حاجه قليله جدا او حد مبلغ عنه، بس احنا ولا هنبلغ ولا هنقول عليه حاجه، نسيبه لغايه ما هو هيقع لوحده. طبعا احنا كنا بنقول عليه ماسك شنطه سودا، بس هو دلوقتي بدا يمسك شنطه بيضاء عشان يغير الشكل بتاعه ويتخفى شويه، لكن الشخص معروف ومعروف جدا للمنطقه. هو لا يأثر علينا بشيء، بس بيأثر على الناس اللي حوالينا، واحنا كدورنا لازم نوعي الناس ديت. وقلنا لهم والحمد لله في ناس استجابت كتير، طبعا انا بشكرهم، وده دورنا زي ما انا قلت لكم. دور بقى الناس، اي حد يعرف حد زي كده او شخصيه زي كده، الناس تبدا توعي الناس ديت. انت بتشتري الدواء من مصدر مجهول ليه؟ دواء محطوط في شنطه سودا او شنطه بيضاء ملفوف حوالين بعضه، الانسولين بيبقى بايظ، ادويه الثلاجه كلها بتبقى معدومه، تواريخها قريبه، ادويه مسروقه، أدوية جاية من مصادر مجهولة، ده كله أنت بيجي على صحتك وصحة اللي هيستخدم الدواء ده. الدواء ده بالذات لازم، أصل هو مش ملابس ولا أكل مثلا هيبان عليك، لا ده الدواء ده حاجة ضرورية وحاجة لازم تكون واثق من المصدر نفسه اللي أنت بتشتري منه الدواء. طبعا في مصر المصدر الرئيسي هو الصيدليات لبيع الدواء، عشان كده نخلي بالنا ونوعي الناس الجهلة ديت اللي بتشتري منه أو اللي بيقعد معاهم أو اللي بيكلمهم أو في المحيط بتاعنا اللي بيساعدوه. احنا دورنا ان احنا نوعي الناس المتعلمه بقى، مالناش دعوه بالناس الجاهله ديت اللي احنا ذكرناها. الناس المتعلمه في ناس كتير استجابت لينا ومنعت التعامل معاه وعرفت طبعا بعد ما طلب منهم انابيب امبولات الالم السكر وعشان خاطر يعبوه لهم هو. دي جريمه طبعا المفروض يحاسب عليها القانون ويحاسب عليها طبعا كل الناس، بس الناس مشجعاه للاسف، واحنا مش متاثرين بيه للاسف. اللي متاثر بيه الناس اللي بتاخد منه، ناس كتيره جالها غيبوبات سكر، ناس كتير طبعا هتقول لي هي هم ما بلغوش ليه. للاسف الناس اللي بتشتري منه يعني معظمهم بيبقى شاري لحد تاني، فبيبدا طبعا الموضوع بيروح، يعني انا شاري لفلان وفلان شاري لفلان، فاحنا مش عارفين مين الشبكه اصلها فين، بس مش هتفرق. المهم دورنا اللي احنا نوعي الناس، وكمان هنعرفكم الدواء ده يعني بيتغش ازاي في الحلقه برضو. هي طبعا المعلومه دي يعني مجملها ان انت ما تشتريش الدواء خارج الصيدليه، دواء مكانه الرئيسي الصيدليه. طب انا اتكلمت في حاجه زي الانسولين بيتغش ازاي، طبعا الانسولين ما ينفعش يتباع من الشارع كده، الانسولين لو فضل بره الثلاجه ما ينفعش يستخدم، وبيبان طبعا في تحليل السكر، الناس بتبدا تلاحظ ان سكرها عالي وباخدوا الانسولين، بتروح للدكتور للاسف، تروح للدكتور الباشر اللي متابع معاه تقول له انا ماشي على العلاج مظبوط، انت دكتور فاشل، انت وانت وانت، والدكتور يعني لا حول لي ولا قوه ما بقاش عارف يعمل ايه، اداكي الانسولين وانت مش مستجيبه ليه، طبعا لانك انت ما اعترفتيش للدكتور اللي انت شاريه الانسولين دوت من شخص كان ماسك شنطه سوداء وبعد كده ماسك شنطه بيضاء وبعهولك. فلازم يا جماعه نخلي بالنا حاجه ديت صحه ناس، لازم الناس المتعلمه توعي الناس الجاهله اللي بتشتري منه الدواء. دواء ما ينفعش يتباع في شنطه سوداء كده ومحطوط كله على بعضه، سوء تخزين، دواء مسروق، دواء مغشوش، وسايبين الشنط كده تمشي في الشارع وانتوا قاعدين بتتفرجوا عليها لغايه اما الناس عماله تتساقط واحد ورا واحد، اللي جاله جلطه واللي جاله اشتباه في كورونا واللي جاله حاجات كتيره وانتوا قاعدين ساكتين. احنا بقى دورنا الوحيد اللي احنا بنقوله هو التوعيه.
ناس بقى متعلمه توعي الناس الجهله دي. طيب صور بقى غش الدواء ده بيجي لنا مغشوش ازاي؟ الدواء ببساطه جدا بيتغش بطريقه سهله جدا، الناس كلها في مجال الدواء عارفين كده. قلنا التركيز يعني وسعر الدواء هو اكتر حاجه بتلفت نظر الناس اللي هتغش الدواء ده. مثلا بيجي لنا امبولات مضادات حيويه بيبقى سعرها غالي جدا، بتبدا الناس اللي بتغش الدواء دوت تبدا تشيل ستيكر بتاع الامبول نفسه الفايل نفسه، تبدا تحط لك حاجه تانية الستيكر بتاع السعر الغالي والشركه الغالي. فكده هو غلى سعر الامبول. امبول مثلا الحقن ب 50 جنيه اختار امبول مثلا سعره 200 جنيه او 300 جنيه وحطوا لك الورقه فقط لا غير، انت مش هيجرى لك حاجه، بس للاسف المرض بتاعك هيتفاقم. يعني انا بعالج حاجه، يعني مثلا عندي عامل مثلا عمليه لا قدر الله او جرح لا قدر الله وخدت الحقن وخدت لي 10 حقن وما جابوش نتيجه، وارجع الوم الدكتور، الدكتور ده ما بيفهمش، الدكتور ده ما ادانيش علاج مظبوط، لازم انا اغير العياده. لا ما ينفعش. انا السبب الرئيسي اللي انت شاري الدواء من مصدر غير موثوق فيه. يبقى كده عرفنا ان الحقن ممكن تتغش اللي هي المضادات الحيويه، دواء زي البلافيكس دواء برضه بيغشوه، ادويه كتيره يعني سعرها غالي وبتتغش وتاثر على صحه الناس. فانا يبقى ما عارف كده ان المصدر الرئيسي في بيع الدواء وشراء الدواء هو الصيدليه. بلاقي ناس كاتبه على النت بنشتري دواء اورام، واللي كاتب لي بنشتري دواء مش عارف ايه، وبنشتري ادويه. جماعه كل دواء بيبقى ليه درجه حفظ معينه بنبقى عارفينها، بتحط في ثلاجه، ما ينفعش تخزن كميات فوق بعضها، الحاجات دي كلها نخلي بالنا منها، حاجه اساسيه وضروريه. أدوية أطفال كتيرة بتتغش، أدوية كتيرة أطفال بتتغش زي برضو مضاد الحيوي الشرب، التركيزات بتلعب فيها، الحقن بتلعب فيها، الأنسولين زي ما قلنا برضو بتلعب فيها، الأنسولين عندنا بيقول لهم بعبيهولكم، يعني أنا مش عارف الناس اللي بتشتري الأنسولين من حد ماشي في الشارع دوت، بيقول لهم هاتوا لي الأمبولات الفاضية وأنا أعبيلكم الأنسولين فيه، دي طبعًا جريمة، بغض النظر بقى عن الدواء دوت غير يعني مدرك في وزارة الصحة ان الدواء دوت بتدفع عليه ضريبة، كل دواء بيخرج من الشركات يبقى عليه ضريبة الدولة بتستفيد منها في بناء طرق او بناء في رصف طرق او بناء كباري او مستشفيات، ده كله انت سيادتك بتساعد سرقة البلد. انت بتشارك في سرقة البلد، سرقة مال عام اللي انت بتشتري دواء معلهوش ضريبة. دي حاجة مفروض انت تخلي بالك منها، زيها زي سرقة الكهرباء، زي سرقة المياه. الناس اللي بتسرق كهرباء تقول لك عادي احنا نسرق الحكومة ده حقنا، لا ده مش حقك، ده حق الدولة كلها، حق الناس كلها. 100 مليون مصري هيجوا كده يوم القيامة يقول لك تعالى انت اشتريت الدواء الفلاني من الشخص الفلاني او شنطة سودا وبعد كده بقى شنطة بيضة وما تدفعش عليه ضريبة، تعالى بقى هنا ادينا حقنا. ساعتها بقى انت بتدي حق الدولة وحق الناس ديت في الدواء بغض النظر عن الدواء اللي هو مغشوش اصلا وكمان مش هيفيدك. هو مش هيضرك؟ لا هيضرك، هو الدواء مش هيفيدك بس هيضرك لان انت في احتياج لاستخدام هذا الدواء. احنا هنتكلم بقى معاكم في سؤال بسيط كده وسؤال سهل جدا في حلقه النهارده عشان نختم بيه الحلقه، حاجه بسيطه جدا هقول لكم. سؤال بسيط، الشخص اللي احنا اتكلمنا عنه دوت احنا اتكلمنا على لونين شنط هو بيستخدمه، ابيض واسود ولا احمر واخضر ولا ازرق واصفر؟ اكتب لنا بقى اللون بتاع الشنط اللي هو الشخصيه اللي بتتاجر بصحه الناس، اكتبوا لنا في تعليق، وان شاء الله باذن الله مكملين معاكم في حلقات بكره، وان شاء الله الحلقات تعجبكم، وهنختار فايز واحد بفكركم هيحل معانا الاسئله كلها، وهنعمل سحب في بث مباشر وهيفوز معانا بمسابقه الذهب. معاكم دكتور حسام، ورمضان احلى مع دكتور حسام، وكل عام وانتم بخير ورمضان كريم، وان شاء الله باذن الله العيد على الابواب، كل عام وانتم بخير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.